المملكة المغربية في القاهرة وصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. نتابع هذه الصور المباشرة من القطاع. بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس، تم تخصيص مساعدات إنسانية للأشقاء في فلسطين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس الشريف. وتأتي هذه المبادرة الملكية السامية التي سهر عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بنفسه شخصيا حينما أعطى انطلاقتها، تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وهو تضامن موصول لجلالته مع الأشقاء الفلسطينيين، ويتبعه في ذلك الشعب المغربي قاطبة. هذه المساعدات الإنسانية التي أمر بها صاحب الجلالة للأشقاء الفلسطينيين تأتي في هذا الشهر المبارك، وتأتي كذلك جراء ما عرفه القطاع من صعوبات وجراء كذلك الإصابات والموتى الذين سقطوا هنا في غزة والشهداء. وكذلك تحتوي هذه المساعدات الإنسانية على مجموعة من المواد الغذائية والأدوية، إضافة إلى مستشفى عسكري تخصصي يضم مجموعة من الأطباء ومجموعة من الممرضين والممرضات وكذلك الطاقم الفني الذي سيدبر المستشفى طيلة المدة التي سيحتاج إليها الأشقاء الفلسطينيين. وسيقدم هذا المستشفى مجموعة من الخدمات الطبية وكذلك الأدوية للمصابين والجرحى. وللإشارة فقد تم فتح جسر جوي بين المملكة المغربية ومصر، تضمن هذا الجسر حوالي 17 طائرة كانت محملة بهذه المساعدات الإنسانية. وفي هذا الصدد أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة التي يسرت هذا الجسر الجوي، وكذلك إلى الأشقاء في فلسطين وهنا في قطاع غزة على كل التسهيلات التي منحوها لهذا الموكب الإنساني المحمل بالمساعدات الإنسانية. هذه مبادرة إنسانية صرفة تعبر مرة أخرى على التضامن الموصول لصاحب الجلالة وللشعب المغربي قاطبة تجاه الأشقاء الفلسطينيين. بارك الله فيك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا الموقف النبيل والعظيم من المملكة المغربية وعلى رأسها الملك محمد السادس حفظه الله، هذا الموقف ليس غريبا على المغرب التي دائما نرى فيها دولة عربية شقيقة متضامنة مع شعبنا الفلسطيني حكومة وملكا وحكومة وشعبا. وهذا الأمر قد عهدناه في أكثر من مرة في قطاع غزة وفي فلسطين، دائما المغرب كانت دولة مملكة سباقة معطاء للخير، ودائما مواقفها مشرفة تجاه شعبنا الفلسطيني. نحن نشهد اليوم يعني هذا الموقف النبيل الذي يتمثل في تقديم مستشفى طبي عسكري مغربي في قطاع غزة، سيقوم بخدمات طبية، وأيضا هناك الجانب الإنساني في المساعدات المقدمة من المملكة المغربية. يعني هذه دلالة على أن الشعب الفلسطيني ليس وحيدا، هناك شعوب عربية وإسلامية وأحرار العالم تقف إليه في صراعه ضد هذا الاحتلال الغاشم وضد الظلم الذي يقع على شعبنا وضد الحصار الذي يقع على أهلنا في قطاع غزة. هذه رسالة ذات مغزى سياسي ومغزى إنساني تعبر عن هذا التضامن وهذا التعاضد وهذا الموقف
الأخوي العظيم الذي نقدره للمملكة المغربية، ونقدر يعني هذا الطاقم الذي يصل إلى أرض فلسطين، ونقدم لهم خالص شكرنا وتقديرنا، خاصة لسعادة السفير أحمد تازي والإخوة أيضا أعضاء الطاقم في المستشفى الطبي المغربي. وإن شاء الله نتمنى لهم أن يكونوا بين أهلهم وأحبابهم، ونحن يعني قمنا بكل التسهيلات التي إن شاء الله تلزم من أجل أن يقوم هذا الوفد الطبي بكامل المهام الملقاة على عاتقه في قطاع غزة. نكرر شكرنا وتقديرنا لجلالة الملك محمد السادس، وإلى الحكومة المغربية، وإلى الشعب المغربي، وأيضا إلى سعادة السفير أحمد تازي، ولكل أبناء المغرب الذي وقفوا إلى جانبنا وإلى جانب شعبنا الفلسطيني. شكرا جزيلا.